الكورة الزون بس الزون بس الزون بس. محدش قال لي هوا. مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال، يسعدني أكون معاكم مي عبد السلام وحلقة جديدة من عيادة الصحة. موضوع حلقتنا النهاردة العالم كله بيتكلم عنه هو كوفيد 19 اللي هو نوع من فيروسات كورونا اللي متعرف عليها. احنا النهاردة جايين نطمنكم ومفيش خوف أبدا إن شاء الله، عايزين شوية راحة نفسية وأمان وإزاي نتعامل مع فيروس كورونا أو كوفيد 19. معايا النهاردة دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري البطنة والسكر وعضو الجمعية العربية بسكر الدم والجمعية المصرية لضغط الدم. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. أهلا بك. احنا النهاردة بنتكلم عن كوفيد 19 او المعنى الدارج، طبعا العالم كله بيقول عليه كورونا. فكلمنا اكتر ايه هو فيروس كوفيد 19 والفرق بينه الفيروس وبين البكتيريا. تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملك والملكوت، اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر هذا الداء كورونا وجميع الامراض المستعصيه يا رب العالمين على كافه انواع البشريه. بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. طبعا كوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس ديزيز ده فعلا حديث العالم حاليا، وده اللي ما زال عمل قلق كبير جدا للعالم ويستمر لفترات طويله، لان هذا الفيروس مستجد اللي هو كورونا المستجد لم يتم التعرف عليه من قبل، وحير العلماء في جميع انحاء العالم. الى تلك هذه اللحظه لم تزل معلومات بالنسبه لجميع العلماء في العالم غير كافيه، لدرجه ان لحد تلك هذه اللحظه وفي هذا اليوم لم يكتشف له علاج فعال او لقاح واقي. في الصين بدات تطلع فعلا لقاح طبعا اللي هو الجيش الصيني، وتقريبا ان دي 5 كوفيد 19 حاجه زي كده، ولكن طبعا برضه هيدخل في التجارب. ولكن في بعض الناس بيقولوا ان شاء الله يا رب ده يكون ايه لقاح واقي باذن الله، ولكن طبعا ما زلنا برضه في نفق مظلم. تمام. والعالم كله بيحتاط من هذا الفيروس، ويعني هي مجرد انفلونزا زي ما حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه، ومفروض الناس ما يصيبهاش الهلع والفزع. لان انا من خلال عملي كطبيب تمام ومسؤولين برضو في برنامج هذا الفيروس، مسؤوليه كبيره جدا وبنشرف على حاجات كتيره جدا، لاحظنا فعلا ان في هلع في من جانب جميع الناس وكلهم قلقانين، لدرجه ان اي حد بيشك باعراض يتحجز في المستشفى. حضرتك يا دكتور قلت في، بما اننا بنتكلم عن الانفلونزا، ايه الفرق ما بين الانفلونزا الموسميه وكوفيد 19؟ لان تمام. كل الاعراض متشابهه. نعم نعم. سخونه، برد، نعم. رشح، كل الاعراض دي متشابهه. ده حقيقي. فرق ازاي بين الكوفيد 19 وبين الانفلونزا؟ تمام. حضرتك قلت كلمه دلوقتي، الرشح. الفرق بيناتهم ان الانفلونزا الموسميه بيبقى فيها رشح، الانسان بيقول لك ايه ده انا عندي زكمه، في افرازات من المناخير. تمام. الانفلونزا الموسميه بتقعد 3 ايام وبتخف بخفض الحراره، ما بتطولش، الحراره بتاعتها ما بتبقاش عاليه بالدرجه اللي هي. تمام. النقطه الثانيه ما بيبقاش الكورس بتاعها ما بتبقاش شديده. بالنسبه للانفلونزا اللي هي الكوفيد بقى، ده اعراضه بتبقى قويه جدا وبتستمر فتره طويله، والكحه بتبقى ناشفه، سعال جاف، صداع شديد، الجسم مكسر، بيفقد في بعض الاحيان حاسه الشم والتذوق. تمام. بنضيف على كده بقى، ودي بقى بتاكد التشخيص بتاعه، يعني لو انسان مثلا ما عملش فحوصات ولا اي حاجه يتاكد ان هو داخل في موضوع كورونا مش انفلونزا موسميه، بيحس بنهجان شديد جدا، الام شديده في الصدر. تمام. ده يدل على الفيروس كمان بدا يخش على الرئتين، وده الكارثه الكبيره ومكمن الخطوره هنا. مداخل الفيروس كوفيد 19 هل عن طريق الانف، عن طريق الفم، عن طريق كمان الاذن، عن طريق العينين؟ ايه الاماكن اللي ممكن ينتقل منها بسهوله الفيروس كوفيد 19؟ طبعا هو الفيروس طبعا الى حد ما بيقول لك تقيل الى نوع ما. لو اتكلمنا عن الفرق بالمناسبه بينه وبين البكتيريا، هو يعني اخف من البكتيريا من 10 الى 100 مره، خفيف جدا، وحجمه اللي هو يعني الحجم ضئيل جدا. البكتيريا كائن حي، ولكن الفيروس كائن غير حي، بمعنى ان الفيروس ده بيقعد على الاسطح مهما يقعد، اكتر حاجه بيطول فيها على السجاجيد والبطاطين والحاجات دي بيطول بالاسبوع والاسبوعين، واقلهم على النحاس والاسطح المعدنيه، ولكن بعد كده الفيروس بيتلاشى. ولكن البكتيريا كائن حي، هما الاثنين وحيد الخليه بيشتركوا، وان هما صغيرين بس طبعا لا يرى الا بالميكروسكوب الالكتروني. حضرتك قلت بيقعد على الاماكن والاسطح،
تمام. بمناسبة المطهرات اللي احنا بنستخدمها وكل ست في البيت دلوقتي بتستخدمها، كلور، كحول، الحاجات المطهرات كلها بأنواعها، يعني هل ده بيقتل وينظف أي ميكروب موجود على الأسطح؟ موجودة. هو حضرتك أشهر حاجة طبعا الكحول والكلور. الكحول طبعا 60-70% ده اللي هو بنطهر بيه الإيدين دايما، طالما لمسنا سطح، اتحركنا في أي مكان لازم نغسل ايدينا على طول. يبقى عندنا ازازه صغيره كده فيها كحول 60-70% مخفف نغسل ايدينا فيه. الكلور ده بقى اللي بننظفه الاسطح. الاسطح هي زي المكتب اللي احنا عليه دلوقتي، المقابض بتاع الابواب، الدواليب، الاسطح المعدنيه او الخشبيه، لان الفيروس بيستقر على هذه الاسطح، وبالتالي ممكن الانسان يلامس هذه الاسطح وبعد كده بيلامس بقه او بيلامس مناخيره او بيلامس العينين اللي هم المدخل بتاع الفيروس. فإن الفيروس له ثلاث مداخل بيدخل عن طريقهم، العين، الأنف، تمام، والفم. تمام. المحطة بتاعته فين بقى حضرتك؟ في الحلق، في الزور. احنا بقى مش عايزين يوصل للزور، فعشان كده لازم كل حد فينا يعرف ازاي يقي نفسه من كوفيد 19 قبل ما يوصل للفم. بالظبط حضرتك. يبقى احنا هنا نتبع قواعد العامه للنظافه والتباعد الاجتماعي قبل ما يخش للزور، وقبل كمان ما يخش بعد كده على الرئتين. ده لسه في المرحله الاصعب اللي هي الرئتين، دي اخطر مرحله بتقضي على الانسان اصلا. ده حقيقي، ودي بتبقى النهايه بعد كده. ولكن لو مناعته قويه وبرده بالعلاج السليم خلينا في البدايه ازاي ما يخلوش يوصل اساسا للبق او للحلق، ان انا استعمل دايما مطهرات، ارش دايما بيتي، خرجت بره اتسوق رايح شغلي لازم الكمامه معايا، الجونديات معايا لابسها، تمام، استعمال واحد بمجرد ما خلعتها ما رجعهاش تاني، دخلت بيتي المفروض حتى بغير اللبس لان الفيروس بيعلق في الملابس. حتى احنا لما بنخش اقسام العزل بنلبس لبس كده عامل زي رواد الفضاء، بدله العزل ما فيش اي حاجه بتبان منا وبنقلعها بسرعه. هل الصابون والمنظفات بتقتل الميكروب دوت في الملابس والحاجات الشخصية؟ هو حضرتك أول حاجة بننظف إيدينا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. ده أقوى من الكحول أو ديتول أو هو أنا شايف إنه أنظف وأحسن كمان. كمان أحسن من السائل اللي هو معلبات ديت. المية والصابون اكتر قتلا للبكتيريا والفيروسات. لان الكحوليات طبعا والكلور دلوقتي تاثيرات جانبيه كتير جدا نتكلم عنها. ياما حصل تسمم كتير بالكلور وجات لحالات كتير في عيادتي، لان اصبح دلوقتي كل المنازل بتهتم بالمنظفات اكتر من الاول. وده بياخدنا لنقطه يا دكتور، هل المنظفات اللي احنا بنستخدمها كلور، كحول، فينيت او بيتادين، كل المطهرات دي كلها هل بتاثر او بتؤثر على جسم الانسان امراض تانية مثل السرطانات، الحساسيه؟ في ناس حصل لها اختناق من رائحه الكحول والحاجات دي او الكلور. هو حضرتك اكتر حاجه عندنا شائعه مبدئيا بيقول لك ما نخلطش الكحول مع الايه، مع الكلور. ليه؟ بيعملوا ماده مشتعله او بيكون ماده سامه اعتقد، مشتعله او مشتعل وممكن يسبب حرائق. عشان كده بنقول لازم نبعده عن اي مصادر كهربائيه، اي مصادر للاشتعال. نيجي بقى المطهر الكلور، وده اشهرهم. ازاي بنستعمل الكلور مبدئيا؟ بنحط مثلا 10 سم كلور على لتر ميه، ونحطه في 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 اناء او استعمال غير شفاف، لان الكلور بيتاثر بالضوء. فاحنا من هنا الكلور يبقى لازم نحفظه في مكان كمان بعيد، بعيد عن مطنات الاطفال، ويبقى مكتوب على هذه العبوه ان ده كلور وخطر، على اساس الكبير يتنبه والصغير ما يقدرش يوصل له، تمام. لو نفرض عندنا واحد غلط وشرب الكلور، ولا يكون مثلا الاطفال بتحصل معهم، والكبار ممكن وهم بيرشوا الحاجه دي ما بيمسكوش جونديات يحصل لهم تحسس للجلد لو عنده حساسيه على الصدر، او يسبب نوع من التحسس. اختارهم بقى، ودايما بشوف عمال المصانع، احنا عندنا طب اسمه طب المصانع، تمام، ده مختص بالناس اللي شغالين في المصانع. الناس اللي هم بيتعاملوا مع الكلور وتصنيعه بتلاقيهم دايما متوترين، عصبيين، بيجيهم بعض الاحيان تشنجات، توتر، فده اسمه تسمم مزمن مش حاد. في حين الناس اللي هم في البيت وغلطوا مثلا وشموا رائحه كتيره جدا منه او شربوه، دي بتبقى كارثه. لو انسان شربه دي بتمثل موضع خطورة جدا. طب هستأذنك معايا اتصال تليفوني ونرجع نكمل النقطة دي. ألو، مين معانا؟ ألو، أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. أنا أم إبراهيم من الإسماعيلية.
اهلا بحضرتك معانا، اتفضلي. سؤال حضرتك ايه؟ انا ابني دلوقتي بيعمل حمام دم. بعدين اللهم صل على النبي، اول ما يصحى من النوم بيعمل حمام دم. هو بتقولي عنده اورام دم ولا عنده ايه؟ بيقوم من النوم بيعمل حمام دم. كشفتي او عملتي اي تحاليل؟ عملت تحليل براز طلع ديدان كسيوريز. تمام. اي سؤال دكتور ليها؟ لما عنده كم سنه؟ هو دلوقتي عنده 8 سنين. تمام. بيجيب حمام براز ولا بول دم؟ لا، مع البول ولا مع البراز؟ لا، البراز بينزل فيه دم. اول ما يعمل البراز البراز بينزل فيه دم. تمام تمام. اي سؤال تاني؟ هو بالنسبه لحضرتك، هو دلوقتي بيعمل حمام دم اول ما يصحى من النوم، ولما في حاجه في اخر الاخراج بتاعه بينزل كده، في حاجه بتنزل كده في اخر الاخراج. تمام ماشي حضرتك، خليكي معانا والدكتور هيجاوب عليكي. شكرا. هو طبعا دكتور استاذنك نجاوب عليها، بس هنطلع فاصل سريع ونرجع. خليكم معانا مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بكم مشاهدي قناه الصحه والجمال مره تانية، لسه مكملين معاكم حلقتنا. قبل الفاصل كان عندنا سؤال من ام ابراهيم، عندها طفل والطفل ده بيتبول دم. الدكتور جاوب على السؤال بتاعها. تمام جدا. هو لو كان في تبول اعتقد الدم كان جاي مع البراز، ولكن ده ممكن يكون عندها ديزنتري، حاجه اسمها ديزنتريا، ممكن يكون بعض الطفيليات عندها انكلستوما. صعب قوي، في تقرحات في القولون بتحصل، ونوعين من التقرحات اللي هو القولون ديزيز وحاجه اسمها ارثرة الكوليتس، وده بيبقى في الكبار عاده. فانا انصحها ان هي تعمل صوره دم كامله، تعمل تحليل براز شامل، تعمل مثلا حاجه زي سيرو اكتيف بروتين، بعد التحاليل تعرف تتبين اذا كان هذا دم فعلا صافي، دم كده، او دم معاه صديد بيبقى ديزونتاريا، او شويه ديدان. فهو التحليل اللي هيجيب لها كل حاجه ان شاء الله. هو الدم ده ممكن يكون سبب كمان للبواسير، الطفل ممكن تيجي له بواسير فعلا، ممكن عندي سيوله عاليه. عشان كده صوره الدم، ممكن يكون عنده الصفحه الدمويه. وكمان من الديدان، هي كانت بتقول ان عنده ديدان، فده هل بياكل في جدار المعده مثلا؟ ممكن تعمل تجريح في التقرحات تقرحات، ولكن طبعا ممكن يكون ده طفل، فممكن يكون عندي السيوله فيها مشكله برضه. لازم صوره الدم هم عندنا قوي، وترجع للمختص حقيقي يعني، لان ده مش موضوع الحلقه اساسا. نرجع لموضوع حلقتنا، كوفيد 19 او الكورونا. تمام. ازاي نعمل حجر صحي امن في البيت، لان البيت اكثر امانا من المستشفيات عشان العدوى، وممكن انت تبقى سليم وتروح مكان فيه عدوى فاتت عادي ويجي لك كوفيد. طيب معلش انا اسال حضرتك، هسال حضرتك بس قبل ما نتكلم عن الجزئيه المهمه بتاع حضرتك، الجزئيه بتاع الكلور، لان في ناس بتشرب الكلور بيحصل لها تسمم. بتشرب الكلور؟ في حد بيشرب كلور؟ الاطفال عن طريق الخطا. ما هو موجود في البيت. ممكن مثلا فعلا ممكن طفل لسه بيتعلم الماء يمسك، وطفل صغير مش واخد باله، محطوط في ازازه جميله وحلوه راح حاطه على بقه، ويبقى طفل كبير. والكبار في بعض الاحيان ممكن يغلطوا، يكون مثلا ربة الماء يفتكرها ميه، يفتكرها ميه، سائل عادي زي اي سائل. فمهم جدا ان احنا في الحالات دي ما نعملش غسيل معده. نعمل ايه بقى؟ لو صغير بياخد كوب لبن عادي، لو كبير بياخد كوبين لبن، ونديله بيض ني كده نربه له ويشربه. ده البيض الني يا دكتور. مش البيض الني ده بيعمل نوع من انواع البكتيريا اصلا؟ ما احنا هنا بقى مضطرين، هنا بقى بنقول ايه، لان الكلور بيعمل ايه؟ البيض الكلور بيمنع امتصاص الماده دهيت، ويمنع تاثيرها الكاوي عن المعده، لان الماده ديت الكلور له تاثير كاوي سواء على الجلد سواء على المعده، ممكن يعمل تقرحات، التهابات، بيصير يعمل ضيق في المريء، ممكن يعمل قرح. فطبعا احنا هنا في هذه الحاله لو عملنا غسيل معده وخلينا المريض ده رجع او اللي شيله برجع، هيخش على الرئتين يعملوا له حاجه اسمها الاسبريشن نومونيا اللي هو التهاب الرئوي. الترجيع ده غلط كارثه في الحاله دي. برافو عليك، كارثه. في حين مثلا عندنا في سم الفيران والحاجات دي بيخليه في المعده، في حاجه اسمها حبات القمح اللي هو المنيوم هيدروكسيد، دي كارثه كبيره جدا.
بتجيلي حالات كتيره جدا ما بتلحقش ملهاش علاج، بتعمل تسمم في جميع اعضاء الجسم، حتى لو حولناها في اكبر مستشفى في العالم ملوش علاج. وللاسف انا بناشد جميع المسؤولين ان حبات القمح ديت اكيد طبعا صحه الانسان اهم من حفظ القمح والكلام الفاضي دهوت، لان بلاقي ناس بيشربوا حبات القمح ديت وكلهم منتحرين وشباب صغيرين واكثرهم في البنات للاسف، وما بيتلحقوش مهما نوديه في اي مكان، طالما دخلوا جوه المعده خلص الموضوع مات، بيعمل فشل في الكبد وفشل في القلب والنزيف حده ما بيتلحقش. طب ازاي يعني؟ انت عارفه زي ما واحد بيمسك سلاح مش من حقه يرخص، لا دي متخلف عقليا واعطت له سلاح. انا عشان لما ارخص لواحد ان يطلع سلاح وبيجي لي كراجل جنرال ميديسن لازم اطمئن على سلامه قواه العقليه والجسديه، لقيته غير سليم عقليا ما رخصلوش السلاح، اكتب له غير لائق على طول، ما ينفعش. هي الحبيه دي مميتة في الصيدليات تقريبا او في المحلات او في الصيدليات وبيجيبوها وبيشربوها. احنا عايزين نعرف الناس عنها. انا للاسف انا نفسي بس عايزين نتكلم عنها عشان انا بكلم المسؤولين اللي المفروض ياخدوا بالهم من النقطه ديت، ازاي يعني الحبايه دي بتوصل للناس دهيت؟ يعني مش ممكن يكون الفئه معينه اللي هم الفلاحين اللي عندهم اراضي بيزرعوا فبيضطروا ان هم يشتروا الحاجات دي حفاظا على المحصول بتاعهم. بالظبط، بس برضه حضرتك لكن الناس العامه ما يعرفوش. انا اقول لحضرتك على حاجه، ما هي دي عامله زي ايه؟ زي قنبله. انا دلوقتي عشان احافظ على خلي انا راجل مثلا طبيب وراجل مهم مثلا وعايز احمي نفسي اشيل مسدس، عشان اشيل مسدس لازم ارخص الاول. يبقى في لازم تكون مهيأ قدر من الثقه بدنيا ونفسيا وقدر من الثقه، ثلاثه اللي هي قدر من الثقه دي اللي هي النفسيه. تمام. فيعني انا بناشد المسؤولين ان حبات القمح دي يتصرفوا فيها باي طريقه، يشوفوا لها طريقه تتوزع مثلا بطريقه معينه عن طريق الدوله. يعني لا طب نرجع لحضرتك قلت الكحول التسمم بالكلور. بالكلور التسمم بالكلور. ازاي الام او اي رب اسره موجود وليه حد تناول الكحول يقدر يعمل الاسعافات الاولى في الحاجه دي؟ حضرتك بنعمل الاسعافات الاولى ازاي؟ ان احنا بنشربه لبن او بيض. تمام. بعد كده بنخلع الملابس بتاعه ونحطه في مكان هاوي لان بيعمل اختناق كمان ويخليه يستنشق الهواء النقي. نغسل وشه ودراعه والحاجات اللي لمست الكلور بالميه والصابون، والعينين نفس الكلام، ولو كان في عدسات بنخلعها، واذا كان في هدوم تقيله بنهويه شويه. تمام. ولو لقينا بقى حصل له نفسه ضعيف خالص ونبض بدا يقل وبدا يخش في الميه لازم يتنقل على المستشفى فورا. بنتصل بيتعمل غسيل معده؟ ممنوع. ممنوع نعمل غسيل معده في الحالات ديت. في الكلور ممنوع، انما في حتى في حبات القمح ممنوع برضه. ما بنعملوش الا في سم الفيران. طيب ايه التصرف اللي المستشفى هتاخده؟ المستشفى على طول بنقول على المستشفى على طول الطوارئ يتحط على الاكسجين فورا، بيبدا ياخد محاليل عن طريق الفم. لا شيء سوري، محاليل عن طريق الوريد. لا شيء بالفم. بالظبط. لا لا شيء بالفم. يعيش على المحاليل لحد ما يبدا يفوق، يبدا يبلع ويبقى طبيعي. بنديله حاجات اسمها بروتون بامب تحمي جدار المعده. تمام. بنديله كمان كورتيزون عشان يمنع الاديمه ويحسن النفس بتاعه ونخليه على الاكسجين مستمر. التلات حاجات دول ويعيش بقى على المحاليل 3 4 ايام لحد ما التاثير معنا يروح. تمام. معانا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بتكلم مع الدكتور. مع حضرتك اتفضلي. يا فندم ايه حبات القمح اللي انتوا بتتكلموا عنها دي؟ انا لسه بقول للدكتور احنا مش عايزين نعرف الناس عن حبات القمح ديت. هي اسمها حبات ارياف، يعني هو ده مبين لما يتحط للقمح الخزين. هي يا فندم اسمها حبات حفظ القمح. دي بيستخدمها الفلاحين والمزارعين للحفاظ على محصول القمح اعتقد، يعني فعلا الحفاظ عليه طبعا من الحشرات والافات عشان يبقى موجود. الحاجات دي يا حاجه لازم تكون مش موجوده في اي بيت، وان وجدت في اي مكان لازم تحت ضوابط شديده جدا جدا جدا. بس احنا يا جماعه انسوا انسوا حزين العريس في العريس، لما نجيب له براس كده للسوسه تفكيك ونحطها في قلب الجمس. يعني ايه؟ مش عارفه. مش فاهمة حضرتك بتقولي ايه؟ بقول ان احنا هنا في الارياف بنخزن الجمس، نحط له براس لجسم السوس، نحط له الجرس في كيس ونحط في قلب الجمح المخزون. هل ده خطر؟ انت حضرتك تقصدي هل الحبايه ديت بتاثر على المحصول سموم او اي لا حاجه؟ لا بتاثر على الانسان يعني. ايوه خطر. هي هي هي, هي خايفه على خايفه على المحصول. هي خايفه على المحصول يتاثر بالحبايه. لا مش موضوعنا خالص. اطمني يا حاجه ان شاء الله. دي تتقالي فيها الناس اللي هم بتاع الاطباء اللي هو المهندسين الزراعيين والحاجات دي المختصين فيها.
تمام. نتكلم حضرتك على طريقه العزل المنزلي الصحيحه بس بقى. يا دكتور اذا كانت هي بالفعل سامه، ماده سامه، ازاي احنا بنحطها جوه محصول المفروض احنا طبعا بناكله وبنستخدمه؟ هنقول لحضرتك تعرف زي ايه؟ طب ما انت عندك دلوقتي كل الفاكهه والخضروات مهرمنه، وفي ناس بتموت بالفعل منها، ونسبه الاورام والسرطانات والسكر والضغط وجميع الامراض كترت بسبب الهرمونات اللي بتتحط في المحاصيل. الناس الفاكهه والخضار بيترش ما هي دي كلها برضه مبيدات. ما هو برضه الحاجات اللي بتتكلم عنها دي مبيدات، فهو غلط طبعا الحاجات دي. ولكن ديت فعلا ممكن، يعني مش عايزين بقى قلنا عايزين نتكلم عنها كتير، عايزين مهم ان المسؤولين يتوخى الحذر من هذه الماده عامه. تمام. ولكن طبعا هو الموضوع ده هو بالذات يجب ان المسؤولين في وزارة الزراعة يهتموا بالنقطة دي وان هم يبعدوا. احنا كأطباء للأسف بتجينا قدامنا بقى المشكلة الكبيرة ان احنا ننقذ العيان، بعض الأحيان التوفيق من عند ربنا في الأول وفي الآخر. يعني هي للأسف طبعا المدويات انتشرت، الهرمونات انتشرت في كل الزراعات دلوقتي، والمزارع اللي طلعت جديد وبتاع بيقول لك هل في بديل عن المبيدات اللي بتترش على الخضروات والفاكهة اللي احنا على طول بنتناولها؟ لا، الرجوع للطبيعه طبعا. الحاجات دي انا هقول لك على حاجه دلوقتي عملوا تجريم للبناء في الاراضي الزراعيه. اصبح دلوقتي اللي عنده ارض وطلع فاكهه جميله جدا طبيعيه بدا يروح مدخلها مباني، فاصبح قصدي حضرتك الاراضي الزراعيه اتحولت لمباني وبداوا يعملوا شفت على الصحراء. بالظبط. الصحراء بقى كلها هرمونات وبتاع، والله اعلم. يعني فعلا بيقولوا المحصول بيبقى تاني يوم على طول عايزين يجمعوه، بيروح حط له رش وبتاع، تاني يوم تلاقيه طابه بتاعه وكبر انتفخ بطريقه غير طبيعيه وخلص وخد اللون الشكل الحلو قوي بتاعه دوت واتباع. احنا عايزين انا بوجه رساله لكل المزارعين في مصر، يا ريت يا ريت نلجا للحاجات الطبيعيه، بلاش رش المبيدات بكثره على الاقل. يعني عايزين ناكل اكل صحي طبيعي، كفايه الامراض الكتير المنتشره والفيروسات والبكتيريا اللي احنا موجودين فيها. نعم. طب يا دكتور نرجع لنقطه مهمه جدا، الحجر الصحي. بالظبط حضرتك. ازاي الاسره تهيئ مكان لمريض الكوفيد 19 في البيت من غير ما يحصل عدوى الباقي الاسره؟ ده حقيقي، ده سؤال مهم جدا. هو شوفي حضرتك، طبعا احنا هنا في بعض المجتمعات بتلاقي البيوت صغيره، الاوض مش مجهزه، ممكن تلاقي 2 3 في غرفه واحده، مش على درايه، المريض مش انت اول نقطه في العزل ان المفروض ان الانسان المشتبه اللي عزل نفسه يكون في واحد بس قائم على خدمته، يكون صحته كويسه. المناعه، احنا مناعته قويه. نتكلم بقى على نقطه المناعه بعد النقطه دي ان شاء الله. بالظبط، اللي هو مناعته قويه. فالمفروض الانسان بيعزل نفسه في حجره لوحده، يفضل بحمام. طيب لو ما فيش حمام والامكانيات مش سامحه، يبقى اقرب حمام للاوضه، ولازم لما يخرج ما يبقاش في حد جنبيه على بعد متر، وحاليا قال لك 2 متر كمان. هل النفس بينتشر في الجو؟ شوفي حضرتك، الكلام ده انا قلته في حلقات سابقه، الفيروس ده بينتقل عن طريق الهواء. تمام. ايربورن انفكشن. ليه بقى؟ لان انا شفته فعلا انتشر بطريقه جدا، خد اوروبا وامريكا بعديها، وبعد كده دخل على افريقيا عندنا، وطلع على امريكا الجنوبيه، كل ده في اشهر بسيطه جدا. وفعلا مش يعني عن طريق اشخاص، عن طريق الجو والهواء. بالظبط حضرتك. انا من واقع خبرتي الحمد لله، والحالات ديت يعني نظرت حالات منها كتير جدا. ان الفيروس ده بيعيش في الهواء او بيظل في الهواء، هو وزنه خفيف، مش خفيف قوي يعني، ربما بينزل بسرعه، لا يمكن يقدر اربع ساعات. وحوالي 139 عالم على مستوى العالم اجمعوا ان الفيروس ده بينطلع عن طريق الهواء حاليا. ده التقرير ده من اسبوع تقريبا، او فتره تيجي لك لا ده بينطلع عن الهواء مش عن طريق اللمس. اصل لازم يقول لك لازم تلمس السطح ملوث، او تلمس المريض الملوث، او الطير لازم يلمسك. لا، ده الفيروس ممكن فاعتقد ان الفيروس ده بيستمر في الهواء ساعات كامله، وممكن يسافر بالطريقه دي متر 2 10. ولكن ظل هذه الظروف والانتشار السريع لهذا الفيروس ده مش معقول ابدا من اثناء عن طريق اللمس. انا شايف ان في العلماء هي بكذا طرق لانتقال الكوفيد 19، يعني سواء اللمس أو الافرازات بقى بتاع العطس او الرذاذ. بالظبط، اللي بيطلع من الفم كمان في العينين يعني، والافرازات بتاع العين او الانسان لو حط العدوى. نعم، هو انا لو لمست سطحه وبعد كده رحت من الادوات طبعا الشخصيه ده برضو بينقل العدوى. بالظبط، ما هو ده بقى العزل المنزلي. تمام. او التباعد الاجتماعي. تمام. هو هنا بنقول للمريض ان هو يلزم البيت بتاعه. اللي بيعزل مبدئيا من اللي هو كمخالط بدات تظهر عليه بعض الاعراض، اللي هو
دلوقتي حتى الانسان اللي ثبت ايجابيته للفيروس بنقول له احزن نفسك في البيت. مين اللي هو يروح المستشفى؟ لان انا شفت حالات كتير من الحالات الخطره الخطره اللي هي اعراضها ايه يا دكتور؟ للأسف إيه الاعراض للأسف اللي تظهر على شفت الانسان بعض ويضطر ان هو يروح للمستشفى. انا شفت بعض الاطباء للاسف اي حاله تيجي نروح اقول لها عاملينها شطاره عاملينها حاجات كده، وشفت الشباب وناس صغيرين مش كبار تحت ال 50 و 40 ماتوا بسبب كده. مين المريض اللي انا احوله للمستشفى في عيادتي ولا في الاستقبال ولا في العياده الخارجيه بتاع الفرز جالي؟ مين اللي اطلعه واحجزه؟ المريض اللي حضرتك قلت دلوقتي اللي تظهر عليه الاعراض التنفسيه اللي هو بدا صدره يضيق، خلاص وصل للرئه وبقت مرحله بالظبط بقى المرحله الخطر ان الفيروس وصل عنده جهاز تنفس. محتاج اكسجين، مش لازم جهاز تنفس صناعي خالص، اكسجين مستمر. محتاج منكم مضادات السيوله، لان وجدت ان في ايطاليا لما شرحوا الجثث رغم ان هذا كان مجرم قبل كده وجد ان الفيروس ده سبب تجلطات في الرئه، تجلطات في المخ، ده تاثيره بقى على الاعضاء، تجلطات في الكلى وفشل كلوي، جلطات في القلب. تمام، خطوره الجلطات دي بتاع المخ مثلا ان الفيروس ده بياخد كل الشرايين بتاع المخ. مش زي واحد عمل حادثه وجاله نزيف مثلا ولا جلطه ولا واحد عنده سكر وضغط وجاله جلطه بنعالجه بسهوله، انما الجلطه اللي بتيجي من كوفيد 19 ده بتشمل جميع الشرايين سواء قلب او مخ ملهاش علاج. فثبت ان هو الناس بيموتوا بتجلطات الدم. عشان كده لما بنحجز المريض بحجز المريض الصعبه وبقول له ليه؟ لان انت هتاخد كورس جنب من العلاج، البروتوكول كل يوم بيتغير وكل واحد طالب. انا بمر في المستشفى بقت مختلفه من شخص لاخر سيادتك وسامعين، انا بمر في المستشفى بتاعتي بغير كل العلاج 60 حاله بغير لهم وبشطب وبعض الحين برمي التذاكر. لقيت الناس مكتوب لها كورتيزون، ما اعرفش ليه بيكتبوا كورتيزون. فوجئت ناس ماتت بسبب الكورتيزون ده. عم اقول لك السكر انتشر عند من ايه؟ من الكورتيزون. الضغط من الكورتيزون. هل المضادات الحيويه يا دكتور بتكون فعاله الكوفيد 19؟ هنا حضرتك الفرق بين الالتهاب البكتيري والفيروسي. المضاد الحيوي بيأثر اكتر على الفيروسات ولا البكتيريا؟ شوفي حضرتك انا قلت ايه، الكورتيزون غلط. حتى الكلوروكوين والهيدروكسيكلوروكوين اللي هو بتاع الملاريا برضه مميت للقلب، لو بيدوب يدوب في مرحله نيه. واثبت معظم العلماء ان العلاج ده مش فعال، رغم ان رئيس امريكا قالها والملك سلمان قالها ووزراء الصحه بتاعتهم قاعدين بيتفرجوا. كل ده كلام غلط. طلع ان الهيدروكسيكلون والملاريا للاسف ما ليس له اي تاثير على الفيروس، بالعكس ده مميت للقلب وبيعمل مشاكل كتيره جدا على القلب. الاطفال يا دكتور هل اكثر تعرض للاصابه الكوفيد 19 ولا الكبار؟ لا الكبار. ولا بيكون المراهقين؟ لا الكبار. الكبار هو حضرتك عايز وده بيرجع للنسبه المناعه ونقاء الدم. الكبير بيتعرض زي ما قلت لحضرتك اكل وشرب غير نقي، دخان مصانع، بيدخن كارثه، اكل وشرب مش طبيعي، الدم اصبح مش نقي، اصبح عنده سكر ضغط. الحاجات دي بتقلل المناعه بالظبط، بتقلل المناعه. سكر ضغط، اورام، حساسيه على الصدر، المدخنين، كل ده في الكبار اكتر. الاطفال حقيقي يعني سيب الطفل ولا اثنين وثلاثة مات على مستوى العام في نيويورك في هنا في هنا، ولكن الوفيات قليله جدا في الاطفال تكاد تكون معدومه. الطفل الخوف ان هو بينقل العدوى. طب مين يا دكتور عند نقطه مهمه جدا الوقايه وازاي الكبار يقوي جهاز المناعه الخاص بيهم، الاطعمه، الفيتامين اللي ممكن ياخدوها، تمام، الطرق الوقائيه اللي ممكن يعملوها. طيب انا هجاوب على حضرتك على السؤال ده، بس في حته سيادتك قلتيها نقطه قلتيها عايز اكملها اللي هو المضاد الحيوي. انا ما علقتش على المضاد الحيوي في العلاج في البروتوكول بتاع العلاج خالص، لان ممكن ندي المضاد الحيوي. ليه بقى؟ التهاب الفيروسي بيخش المحطه بتاعته في الحلق، بيقعد من 3 ل 5 ايام في الحلق. والله شربت سوائل كتيره ومناعه قويه ومناعه التدخين او ما بدخنش، يبقى اذا لما اشرب سوائل كتير لترين ثلاثه في اليوم وسوائل دافيه هنظل الفيروس في المعده، الحمض في المعده هيقضي عليه. يبقى كده طيب مناعتي ضعيفه ومش محافظ على صحتي، مش مظبط الضغط، مش مظبط السكر، الفيروس يخش الرئتين. دخل الرئتين بيخش في الحفاظ الهوائيه. في حاجه اسمها ايس، مستقبل لهذا الفيروس، بمجرد ما بيخش يلاقيه يقول له اهلا وسهلا يخش الخليه. دخل الخليه على العوض، اصبحت ماده اسمها السيتوكاينز اللي هي اجسام مناعيه تطلع من الجسم، الحرب هتشتغل، هل ينتصر المناعه بتاع الانسان ولا الفيروس في الحوصات الهوائيه؟ الانسان هزم في هذه المعركه، بتفتح الرئه بتاعته بتبقى عامله زي الميه، في خلايا ميتا كتيره اللي هي السيتوكاينز بتملى الحوصات الهوائيه بالسوائل دهيت، واصبح تبادل الغازات منعدم، خلاص بقى اصبحت ميه ما فيش فرصه تبادل الغازات، اصبح الدم كله محمي بثاني اكسيد الكربون، ما فيش نسبه اكسجين لا في الرئتين ولا في المخ ولا في القلب، بيموت هذا الانسان. تمام. فهنا لما بيخش على الرئتين بنعمل عاده اشعه عاديه وسي تي،
بيطلع حاجه في ماي جراوند بلس اوباسيتي. ايه الاشعه والفحوصات اللي ممكن الشخص طبيعي يعملها عشان يقدر يطمن هل عنده كوفيد 19 ولا هنا لا؟ هنا حضرتك المفروض بقى الطبيب يبقى خبير شويه. بتجي لي عينين يقول لك دكتور عملنا اشعاعات ب 2000 جنيه و3000، وممكن اصلا يكون سليم وممكن يكون سليم أي أعراض. وممكن يكون سليم عنده وهم بس عايز يطمن فبيروح يتعدي. طب وهو اساسا الكورونا لحد ليها علاج؟ ملهاش علاج. فما فيش داعي ان انا اهرك العين بتاعي شويه. يعني انا اخر حاله اتصلت عليا بعد ما كنت عندي تنمية يا دكتور طب الولد هيتعزل والوالده تتعزل ده احنا قلقانين، قلت لهم لو سمحتوا فيها ايه لما يعزل نفسه طالما مشتبه ممكن اعمل له الاشعه المقطعيه واكلفك والفيروس لسه ما دخلش على الرئه كمان. فلو سمحتي طالما في حراره ظهرت او يتعزل. طيب ما ظهرتش عليه الاعراض عايز يحتاط، مش بقول ان انت عندك لا، ايه المشكله لما نلبس الكمامه والبس الجلافز بتاعتي وان انا احتياطاتك الاحترازيه واقي نفسك واقي الاخرين كمان في الناس الكبار بالذات. أيوة لازم يبقى في تباعد اجتماعي. ممكن يكون سليم جدا طفل صغير يقول له العدوى، مشي في الشارع اتعامل مع الناس اتنقلت له العدوى. هل في اشعه معينه او هو في الاشعه العاديه والاشعه المقطعيه؟ تتعمل؟ ايوه الاشعه العاديه ممكن لو في نومونيا اللي هو التهاب رئوي يبان، الاشعه المقطعيه تبقى دقيقه جدا ودي بتقول فعلا المريض ده في حاله خطر ولا لا، وده يستدعي الحجز في المستشفى ولا لا. والاشعه اصلا ديت بتبين الرئه، بتبين الرئتين المشكله اللي فيها، بتبين الرئتين بحاجه اسمها جراوند جلاف. بيبقى عامل زي ايه مع احترامك، زي الكوبايه عرق كوبايه كده، بتشوفي حاجه كده ايه بطش بيضه كده اهوت اكنك شايفه عرق كوبايه قدامك. فدي بتظهر في الرئتين، ده دليل على ان الانسان بقى في حاله خطره وبقى فيها درجات. يعني بتاع دكاتره الاشعه بيكتبوا لنا درجات، درجه اولى ودرجه ثانيه، في درجه عاليه جدا وفي درجه بسيطه. فهذه الحاله ممكن نقول المريض يتحجز، مش هطلع دكتور خايب ولا مش مقتنع بالحاله صح وطلع وطلع. دلوقتي اصبح الناس اللي ثبت انهم ايجابيين كمان بنعزلهم في البيت. ليه؟ لا انا بمر على الحالات بس الحاله ده لسه تقول لي المس ده ما عملناش لسه المسحه. ابص الايه طلع نيجاتيف وكان قاعد جنب مريض بوزيتيف اتنقل له العدوى كده، يعني اتحجز هو لسه ما ثبتش ان عنده الفيروس. احنا بقى عايزين المشاهد يعرف ازاي يقوي المناعه بتاعته. تمام. ايه الاغذيه اللي ممكن يتناولها عشان الجهاز المناعي عنده يبقى قوي وسليم؟ ده حقيقي، طبعا المناعه يعني هي الاساس، الحاجه اللي منحها ربنا لينا، وده جهاز معقد جدا يجب ان انا احافظ عليه بكافه الوسائل. ازاي؟ ان الانسان اللي عنده ضغط وسكر يجب ان يظبط الضغط والسكر بتاعه ويزوره الطبيب في الفتره دي بالذات بصفه دوريه، لان اي ارتفاع للضغط والسكر ياثر على الصحه العامه يخلي الفيروس يتمكن منه. ما يقولوش انا ما بتكش بالناس، لا ده ثبت ان الفيروس ده بينتقل بطرق كتيره جدا. فان يجب ان هو يظبط سكره وضغطه، لو عنده حساسيه يتعالج، لو مريض اورام يطبع بصفه مستمره ويحتكف يبقى في عزل شبه عزل له، لأنه هو عرضا يجي له هذا في اي لحظه. هو خفيف ان شاء الله لو ظبط سكره ظبط ضغطه. طيب ان انا استنشق الهواء النقي، الشراب الصحي، التعرض لاشعه الشمس، التعرض لاشعه الشمس مهم جدا. لازم حتى في العزل المنزلي او حتى في المستشفيات يقول لك لازم يقعد في الشمس من 10 ل 11 صباحا. التهويه الجيده تمام. المشروبات بقى الدافيه مهمه جدا، اليلسون، النعناع، الليمون الاخضر اقوى حاجه يموت الفيروس بسرعه جدا، بعدين الليمون الاصفر، الجوافه تمام، الجزر، الحاجات دي فيها فيتامين سي عالي جدا. تمام، الحاجات اللي فيها الانتي اوكسيدنت وفيتامين بي كومبلكس اللي هو مثلث البي 1 والبي 6 والبي 12. طيب. البروكلي، الكيوي، الثوم، البصل، حبه البركه، العسل. بس الحاجات دي كلها تطعيتي للمريض، يعني بيجي لي مريض يقول لي انا باكل عسل. طيب. انت حرارتك عاليه ممنوع. فالحاجات الاولى دي الانسان السليم. انما الانسان اللي بدات حرارته تعلى لازم ياخد خفض الحراره، يعرف اذا كان عنده التهاب. حاجات كتير قوي لازم المريض طبعا يعملها، سواء المريض او او حتى السليم. الفتره دي بالذات ما زالت الفيروس موجود. للاسف يا دكتور معلومات كتير عايزين نقولها باستفاضه، بس للاسف ميعاد حلقتنا خلاص انتهى. انا في نهايه حلقتي بشكر دكتور سعيد عبد الرحمن جحا استشاري البطنه والسكر. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. السادة المشاهدين زي ما الدكتور قال لازم نلتزم وناخد بالنا من الاجراءات الاحترازيه ونقوي جهاز المناعه ونتعرض لاشعه الشمس، وكمان الغذاء السليم مهم جدا لان الصحه تاج على الراس فلازم نحافظ عليها. في نهايه حلقتي بشكركم، كنت معكم مي عبد السلام، اترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم.